بأيام سيد الشهداء يلبس أسود، أو يخلي راية بباب حوشة، أو يوزع شاي بباب حوشة، أو قبس سووا شعائر. والله هاي الفلوس حرامات تنصرف على الطبخ، حرامات. ها شا وين نصرفها؟ والله لو يطوا هذه الفقرة أحسن. زين هاي شو الهربط بهاي؟ هاي مثل واحد يقول والله حرامات عندنا شوارع زينة ومستشفى ما عندنا. لا، الشوارع الزينة محتاجيها والشنو؟ والمستشفى محتاجيها. لا تخلي هاي على حساب هاي، هذا غلط التفكير. هذا مثل واحد يقول يسوون لنا حديقة واحنا مستشفى ما عندنا. لا، الحديقة هم مهمة، هي الحديقة تخلي الناس ما يروحون المستشفى، صح ولا؟ الحديقة مهمة والمستشفى مهمة والمدرسة مهمة وكل شيء بمكانه مهم وكل شيء بمحله صحيح. حرامات والله هاي الطبخ هتشي. هاته وين وديه؟ انطيها الفقرة. شا انت من تتزوج ليش ما تطي فلوسك للفقرة وما تسوي عزيمة مثلا؟ ليش تذبح 50 طلي او 10 او 5 او 3 خوالي تسوي عزيمة بعرسك وانطيها المن للفقرة؟ هناك ما يفكر، بس الحسين يفكر. خو الفواتح احسنتم، اذا مات فلان ايش قد يذب فلوس؟ ماكو اشكال، ما ينطيها للفقرة بثواب فلان، بس فلوس الرمي يوصل ملايين، صح يولا؟ خصوصا اذا كبير يذب ملايين بس على الرمي، هذا ماكو اشكال. لكن من توصل للحسين خلينا نعطي الفلوس لمن؟ للفقرة. شاف فلوس الرمي ليش ما تعطيهن للفقرة؟ ليش من فريق عراقي يفوز السماء تحترق وكل فوز فريق عراقي ينهجم فد 20-30 بيت بالعراق او اكثر؟ بالعراق شنو اكثر؟ طفل ميت بطلقة وشاب ميت بطلقة. خو هاي الفلوس بدل ما تذبوها بالسماء وتقتلون بيها الناس انطوها للفقرة. شاف بس قضية الحسين؟ هذا الكلام اكو براء وناس، ان وراء الأكمة ما وراءها كما يقول المثل العربي. اكو شغل على الحسين، والا ما حد كاتل الفقرة. ترى الفقرة ذولا وياهم ما حد بحالهم، مو مسألة فقرة، بس هي قضية الحسين اكو ناس يردون يضعفوها. بس اني اقولهم التجربة تقول 1000 سنة ما ضعفت، قوت.